الرئيس السيسي يبحث مع أبو مازن مستجدات السلام بالشرق الأوسط ويؤكد دعم مصر الكامل للمواقف الفلسطينية تجاه التسوية السياسية. رئيس وزراء إثيوبيا ينفي مقتل مدنيين في نزاع تيجري، وزعيم قوات الإقليم يؤكد أن الحرب لم تنتهي بعد. وفي أخبار الاقتصاد، أوبك بلس تبحث اليوم تمديد تخفيضات النفط وزيادة تدريجية للإنتاج اعتبارا من يناير. الثانية من التلفزيون المصري، مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، وخلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية شدد الرئيس السيسي على ثبات المواقف المصرية تجاه القضية ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية، كما أكد استمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف الجهود العربية كافة من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام. من جانبه أكد الرئيس الفلسطيني على ما يليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع الرئيس السيسي بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية ومحددات المواقف الفلسطينية في ظل التطورات التي تشهدها القضية وكذا المتغيرات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة. وأعرب عباس عن تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية وتحركاتها على مختلف الأصعدة سعيا للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وكذلك لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إلى أنه تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الرئيسين من أجل متابعة ما سيتم من خطوات خلال الفترة المقبلة سعيا نحو حلحلة الوضع الراهن بالعودة إلى مسار مفاوضات. كما شهد اللقاء استعراض الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة، حيث أوضح الرئيس السيسي أن التحركات المصرية دائما ما تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، وأن مصر مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق توافق سياسي في إطار رؤية موحدة بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، مما يحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، استعرض الزعيمان مستجدات القضية الفلسطينية وتبادلا وجهات النظر بشأن كيفية حلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان والتي تستهدف ضبط النمو السكاني، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة التنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتي تستهدف ضبط التداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، بما يكفل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، لا سيما وأن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية. وقد كلف مدبولي بزيادة أعداد السيدات المتدربات اللاتي سيتم توفير فرص عمل لهن من خلال المشروعات الصغيرة وزيادة هذه الفرص لتصل إلى 1,000,000 فرصة، مضيفا أن الدولة ستتيح وسائل تنظيم الأسرة بالمجان. كما وجه رئيس الوزراء بالانتهاء من إعداد عرض متكامل عن الاستراتيجية والخطط التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021-2023 لعرضها على رئيس الجمهورية تمهيدا لإطلاقها مع بداية العام.
تنتهي اليوم المهلة التي حددتها الحكومة للتصالح في مخالفات البناء التي أقرها القانون. يذكر أن الحكومة قررت مد فترة التصالح مرتين استجابة لرغبات المواطنين، لتنتهي الفترة الثانية اليوم 30 نوفمبر. وكان وزير التنمية المحلية محمود شعراوي قد أعلن أن عدد طلبات التصالح وصل إلى أكثر من 2.5 مليون طلب بالمحافظات المختلفة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن 24 عاما، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد. وأوضح المركز أن وزارة التضامن أوضحت أن حالة حرمان الإبنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط، هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة تحمل رقما تأمينية تدر لها دخلا يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يصرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل. أما في حالة الطلاق يكون استحقاقها للمعاش اعتبارا من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. تعلن اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لجولة إعادة الانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلقت نتائج لجان العامة على مستوى محافظات المرحلة التي تمت بها جولة الإعادة، مشيرة إلى أنها تلقت عددا من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز التي تم البت فيها. ومن المقرر إجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالداخل يومي 7 و8 ديسمبر. قال مصدر أمني لبناني ومسؤول إسرائيلي إن المحادثات التي كانت مقررة بين لبنان وإسرائيل يوم الأربعاء القادم بوساطة أمريكية تأجلت حتى إشعار آخر. بدأت إسرائيل ولبنان المفاوضات في أكتوبر الماضي في محاولة لحل النزاع بشأن حدودها البحرية والذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة. قال المصدر اللبناني إن الوسطاء الأمريكيين الذين أبلغوا الجانب اللبناني بالتأجيل سيجرون اتصالات ثنائية مع الجانبين. وأكد المسؤول الإسرائيلي التأجيل، لكنه قال إنه لا يمكنه ذكر أي تفاصيل. عادت سفينة التنقيب التركية أروش ريز إلى ميناء أناطاليا التركي قادمة من المنطقة المتنازع عليها من اليونان بالبحر المتوسط. تأتي تلك الخطوة قبل أسبوعين من انعقاد قمة للاتحاد الأوروبي وسط توقعات بفرض عقوبات على أنقرة التي أرسلت السفينة أروش ريز لاستكشاف الغاز بالمنطقة المتنازع عليها مع اليونان في شرق المتوسط في شهر أغسطس الماضي، وهو ما صعد حدة التوتر القائم بالمنطقة. وللتعليق معي على الهاتف من العاصمة الفرنسية باريس الدكتور أحمد يوسف، المدير التنفيذي لمركز دراسات الشرق الأوسط بباريس. دكتور، تركيا تسحب سفينة التنقيب التابعة لها قبل اجتماع للاتحاد الأوروبي، ما تفسيرك لتلك الخطوة؟ التفسير هو البيان الذي أصدره مجلس الشيوخ الفرنسي قبل عدة أيام، وطالب فيه الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف صارم وصريح من تركيا ومن الرئيس أردوغان. ووصف البيان الرئيس أردوغان لأول مرة بأنه بكلمة العدو. مجلس الشيوخ الفرنسي دي قوة سياسية هائلة في داخل فرنسا، وبالتالي سمع البيان في داخل الاتحاد الأوروبي. ومن الواضح أن ألمانيا، وهي تعتبر أكبر دول في أوروبا أيضا وكانت متحفظة إلى حد ما، بدأت تتخذ هي أيضا إجراءات ضد تركيا. إذن هناك اتجاه عام مع تغير الإدارة في الولايات المتحدة إلى التصعيد مع تركيا داخل الاتحاد الأوروبي. يعني هل تعتقد أن تهديدات أو تحذيرات الاتحاد الأوروبي هذه المرة جادة وحازمة وواضحة، أم أن أنقرة بهذا القرار وإعادة السفينة ربما تقوم بمناورة لتفادي العقوبات؟
لا هذه المرة ليست منورة، هذه المرة أنقرة تعلم أن الاتحاد الأوروبي جاد هذه المرة في اتخاذ إجراءات رادعة ضد تركيا، ومنها فرض عقوبات اقتصادية. وأنت سيادتك تعلم أن الاتحاد الأوروبي هو أول الشركاء الاقتصاديين في 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 تركيا، وبالتالي أرادت تركيا بهذه الخطوة أن تتجنب التصعيد مع الاتحاد الأوروبي وتتبنى لغة هدوء. وأيضا ربما كان هناك يعني من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتجاه في مما رشح مع اتجاه أن يجعل الولايات المتحدة مع إدارة بايدن أن تكون أكثر حسما مع الرئيس التركي، وتركيا تعلم كل هذا وهو ما يفسر الإجراء التركي الأخير. طب هل مع هذه الخطوة من التراجع التركي هل يمكن فتح الباب مرة أخرى أمام عودة مفاوضات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي؟ من الممكن طبعا، يعني ألمانيا تتبنى هذا الاتجاه، فرنسا ضده، ألمانيا تتبنى في الغالب ستفتح صفحة جديدة من المفاوضات، لا شك أن ستكون تركيا فيها في الجانب الأضعف. نعم، شكرا جزيلا للمدير التنفيذي لمركز دراسات الشرق الأوسط متحدثا إلينا من باريس الدكتور أحمد يوسف. عودة مشاهدينا الكرام للقاء السيد الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني، وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة. مساء الخير دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ منى وأهلا بالسادة المشاهدين. مساء الخير يا دكتور. دكتور كيف ترى الأهمية لانعقاد هذه القمة بين الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت تواجه في القضية الفلسطينية تحديات كبيرة وسط هذه المتغيرات على الساعة الدولية؟ طبعا ده لقاء هام للسيد الرئيس مع رئيس السلطة الفلسطينية السيد أبو مازن، وده بيأتي أيضا في إطار التطورات المتلاحقة اللي بتحدث الحقيقة سواء على المستوى الإقليمي اللي احنا عايشين فيه، المنطقة اللي احنا عايشين فيها، أو على مستوى تطورات عالمية حتى بتحدث في العالم ككل، وبتحدث في إطار يعني تغيرات بتحدث حتى يعني نقدر نقول في الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية. في فترة سابقة كان في توجهات من عدة دول عربية إلى توقيع معاهدات سلام مع إسرائيل. في فترة سابقة كان في يعني نوع من محاولة ضم مستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل. كان في أيضا توقف الحقيقة لعملية السلام لفترة. إذن مطلوب دفع العملية التفاوضية بين الفلسطينيين وإسرائيل واستئنافها مرة أخرى ووفقا للقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، وأهمها فكرة حل الدولتين. والحقيقة يعني وجهة النظر المصرية أنها بتؤيد فكرة حل الدولتين وبتؤيد القرارات التي صدرت بهذا الشأن، بحيث يكون في النهاية نحن إذا دولة فلسطينية لها قدرة على البقاء والاستمرارية في بمختلف الطرق السلمية. وبالتالي ده أمر مهم قوي، هذا اللقاء اللي بيحدث بين السيد الرئيس والسيد أبو مازن، وخصوصا أن مصر يعني معروف أنها لعبت دور كبير قوي وأدوار نشطة بالنسبة للقضية الفلسطينية، وسواء في أوقات الحرب والصراعات المسلحة أو في أوقات السلم والعملية التفاوضية. فهناك دور كبير الحقيقة لمصر في دعم وتأييد حقوق الفلسطينيين وحقهم في إنشاء دولتهم على نعم بالتأكيد سياسة مصر واضحة وثابتة لدعم المصالح الفلسطينية المبنية على الشرعية الدولية، وكما ذكرت الدكتور إكرام يعني يهمها يعني بكل تأكيد أن تدفع العملية التفاوضية في هذا الشأن. لكن أيضا هناك يعني دور تلعبه القاهرة دور مهم برأيك من يعني حول الملف المصالحة الفلسطينية، يعني كيف تقرأ هذا الملف؟ طبعا ده أيضا دور مهم قوي بتلعبه الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة في تحقيق المصالحة
بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، لأن طبعا الدور ده مصر بتقوم به الحقيقة يعني منذ فترة، وفي يعني جهود كبيرة بذلت في هذا الإطار، لأن يعني ده بيعطي حجة يعني هذه نقول التباعد، هذا التباعد بين الفصائل الفلسطينية ربما يعطي الفرصة للطرف الآخر الحجة، أو يعطيه الحجة أنه نتفاوض مع من. إذن الخطوة الأولى هي توحيد الصف الفلسطيني، وأن يكون هناك اتجاه واحد يعبر عن الفلسطينيين، لأن في النهاية المصلحة هي مصلحة فلسطينية وليست مصلحة لهذا الفصيل أو ذاك. إذن دي خطوة مهمة قوي، تحقيق المصلحة الفلسطينية ومصر. نعم، إذن هو توحيد الصف الفلسطيني هو الأساس على كل الأحوال وللوصول إلى هذه المصالحة، وبالتأكيد الأهداف في الأخير هي أهداف عربية. دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف. قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن قوات الجيش لم تقتل مدنيين في الاشتباكات مع الجبهة الشعبية في إقليم تيجري، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجيش الإثيوبي لا يسعى لتدمير عاصمة الإقليم. أما زعيم الجبهة الشعبية في إقليم تيجري فقال إن الحرب في إثيوبيا لم تنتهي بعد، مؤكدا أن قوات الجبهة لا تزال تقاتل على مقربة من مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيجري بعد وقوعها تحت سيطرة القوات الإثيوبية، كما أعلن استعادة السيطرة على مدينة أكسوم من الجيش الإثيوبي. وأفادت قوات تيجري بأنها أسقطت طائرة عسكرية للجيش وأسرت قائدها، وذلك عقب تأكيد الحكومة الإثيوبية انتهاء العمليات العسكرية في الإقليم بعد سقوط ميكيلي. وفي إيران شيعت جنازة العالم النووي محسن فخري زاده الذي اغتيل قبل 3 أيام في عملية اتهمت طهران فيها إسرائيل بالوقوف خلفها متعهدة مواصلة الدور الذي كان يؤديه. وبدأت مراسم التشييع صباحا في مقر وزارة الدفاع في طهران بمشاركة رسمية. وذكر التلفزيون الإيراني أن السلاح المستخدم في اغتيال العالم النووي يذكر أن فخري زاده قد استلي عناصر إرهابية هاجموا سيارته على طريق سريع بالقرب من طهران يوم الجمعة الماضي. بدأت السلطات العراقية تنفيذ خطط انتشار أمني بمركز محافظة ذي قار ضمن عملية أمنية واسعة، وقامت بفرض أطواق أمنية وسط مدينة الناصرية بهدف فرض القانون وتعزيز الأمن وحماية المصالح العامة والخاصة. كما تمكنت السلطات العراقية من اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي بمدينة الفلوجة في محافظة الأنبار. أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تشكيلة فريق الاتصال الخاص به في البيت الأبيض، والذي سيكون مكونا من السيدات حصرا، وهو ما وصفه مكتبه بأنه الفريق الأول من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة. ومن بين الشخصيات التي تم اختيارها جين ساكي التي ستكون متحدثة باسم البيت الأبيض، والتي شغلت منصب مديرة الاتصالات في البيت الأبيض في إدارة أوباما،
ويسعى بايدن ونائبته كاميلا هاريس إلى إظهار التنوع في التعيينات والترشيحات المعلنة حتى الآن قبل أداء اليمين في 20 يناير المقبل. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس المنتخب الديمقراطي جو بايدن بعد التعرض الأخير لإصابة في قدمه. كان بايدن البالغ من العمر 78 عاما قد نقل إلى عيادة طبية بعد إصابته بكسر في قدمه اليمنى أثناء اللعب مع كلبه. يذكر أنه من المقرر أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية يوم 20 يناير القادم ليصبح بذلك الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى عبر ميناء دمياط البحري بنظام الترانزيت، وبداخلها كمية من أقراص الكابتاجون بإجمالي 11 مليون قرص. لا سبيل لعبور المواد المخدرة ودخولها للبلاد من منافذ البلاد الشرعية في ظل رقابة أمنية حاكمة لها، ويشهد على ذلك تساقط التشكيلات العصابية التي حاولت جلب المواد المخدرة من خلالها، واستكمالا لسلسلة الضربات الأمنية التي وجهتها أجهزة وزارة الداخلية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة. فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وصول حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية في طريقها لميناء دولة عربية أخرى عبر ميناء دمياط البحري بنظام الترانزيت مشمولها المستندي المشروع فلاتر مياه، بداخلها شحنة كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر مخبأة داخل الفلاتر. رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كانوا لهذه الشحنة بالمرصاد، وفي اللحظة المناسبة وباستخدام التقنيات الحديثة التي تكشف مخابئ المخدرات، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لأمن الموانئ والسلطات الجمركية، تم تفتيش الحاوية. أعمال التفتيش أسفرت عن ضبط 118 كرتونة تحوي كل منها 25 شمعة فلتر بداخلها كمية من أقراص الكبتاجون المخدر مخبأة إمعانا في إخفائها بعيدا عن الرصد الأمني، لكن اليقظة ودقة الرصد والمتابعة والتنسيق الفاعل بين أجهزة المكافحة كشفت المحاولة، وتم ضبط 11 مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون بقيمة مالية ضخمة تقدر ب 385 مليون جنيه. ضربات متتالية وموجعة لخطوط تهريب المخدرات تقطع السبل أمام العصابات القائمة على الجلب والتهريب وتحبط المخططات، فبتلك الضربة الأمنية الكبيرة تسطر أجهزة وزارة الداخلية نجاحا جديدا على صعيد المجابهة الفاعلة لمحاولات جلب وتهريب المواد المخدرة عبر منافذ البلاد الشرعية، وبما يقي من أخطارها وتأثيراتها السلبية على الشباب والاقتصاد. ويؤكد أن الأجهزة الأمنية في أعلى درجات اليقظة والتأهب والاستعداد لإحباط المزيد من تلك المحاولات وحماية البلاد من محاولات إغراقها بالمواد المخدرة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أخبار الاقتصاد لنشرة الثانية، أهلا بكم. شهدت مؤشرات البورصة أداء متباينا خلال تعاملات اليوم وسط عمليات بيع من جانب المستثمرين الأجانب والأفراد العرب، قابلتها عمليات شراء من جانب المستثمرين المحليين
والمؤسسات العربية. وانخفض المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنحو 0.6% ليصل إلى مستوى 10994 نقطة، بينما صعد المؤشران إيجي إكس 70 إي دبليو آي وإيجي إكس 100 إي دبليو آي متساوي الأوزان بنسب تراوحت حول 0.3% و1.1% على التوالي. قال أمين عام مؤتمر الناس والبنوك يحيى أبو الفتوح إن المؤسسات الدولية أشادت بكفاءة التدابير الاقتصادية المصرية في مواجهة جائحة كورونا، ومن بين هذه المؤسسات صندوق النقد والبنك الدوليين. وأضاف أبو الفتوح في كلمته الافتتاحية بمؤتمر الناس والبنوك 14 أنه رغم تأثير كورونا القوي على الاقتصادات العالمية وتراجع معدلات النمو، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر ساهم في تقليل حدة التأثير على اقتصادها، مما جعلها أحد أفضل البلدان نمواً. كشفت مصادر أوبك بلس أن المجموعة ستبحث تمديد تخفيضات إنتاج النفط القادمة لمدة 3 إلى 4 أشهر، وكذلك زيادة تدريجية للإنتاج اعتبارا من يناير المقبل. ويبدأ اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في وقت لاحق اليوم ولمدة يومين. كما أعلنت مصادر أن أوبك بلس تدرس حاليا تمديد التخفيضات القائمة بواقع 7,700,000 برميل يوميا، أو ما يعادل نحو 8% من الطلب العالمي إلى الأشهر الأولى من 2021. تراجعت أسعار النفط العالمية مع ترقب المستثمرين لقرار مجموعة أوبك بلس بشأن ما إذا كانت ستمد تخفيضات كبيرة للإنتاج لموازنة الأسواق العالمية. وانخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت والتي ينتهي أجلها اليوم بنحو 2.1% لتصل إلى 47 دولار و17 سنتا للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يناير بنحو 1.9% لتصل إلى 44 دولارا و67 سنتا للبرميل. أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن عجز التجارة الخارجية للبلاد قفز بنسبة 34.4% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي ليصل إلى 2,370,000,000 دولار وفقا لنظام التجارة العام. وفي أول 10 أشهر من العام الجاري ارتفع العجز التجاري بنحو 76.2% ليصل إلى 40,270,000,000 دولار، كما ارتفعت الواردات أيضا بنحو 8.4% مقارنة مع شهر أكتوبر 2019. لامس الدولار الأمريكي أدنى مستوى له فيما يزيد على عامين، ومن المنتظر أن يسجل أكبر انخفاض شهري منذ يوليو الماضي بعد أن أدى التفاؤل حول اللقاحات إلى بيع المستثمرين للعملة الأمريكية. وانخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات بنحو 0.1% ليصل إلى مستوى 91.7 نقاط، وهو أدنى مستوى له منذ إبريل 2018. كما هبط مؤشر الدولار بنحو 2.5% في نوفمبر الماضي مع تحسن المستثمرين لنتائج التجارب الواعدة للقاحين رئيسيين محتملين قد يكون سببا في القضاء على وباء كورونا. انخفضت أسعار الذهب العالمية لتسجل أسوأ أداء في شهري في 4 سنوات مع تفاؤل بشأن إنتاج اقتصادي مدفوع بآمال اللقاح، ما عزز شهية المستثمرين على المخاطرة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% ليصل إلى 1,771.22 دولار للأوقية، ليهبط 5.7% منذ بداية الشهر الجاري في أكبر تراجع منذ نوفمبر 2016. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.7% لتصل إلى 1,775 دولار للأوقية. نشرتنا انتهت، وإلى حضراتكم تذكيرا بأهم ما جاء بها. الرئيس السيسي يبحث مع أبو مازن مستجدات السلام بالشرق الأوسط، ويؤكد دعم مصر الكامل للمواقف الفلسطينية تجاه التسوية السياسية.
رئيس وزراء إثيوبيا ينفي مقتل مدنيين في نزاع تيجري، وزعيم قوات الإقليم يؤكد أن الحرب لم تنتهي بعد. المزيد مسير.eg. لكم التحية ودمتم في رعاية الله وأمنه.